عمل، فمنذ صعود فريق المغرب التطواني لدوري الأضواء فتنظن بأنه يعني كان يشتغل على المستوى البعيد في ظل وجود الرئيس أبرون. فكما نعلم في السابق الفريق المغرب التطواني كان يلعب يعني طيلة تاريخه تقريبا في القسم الوطني الثاني، أظن منذ صعوده هذه المرة في 2005 و2006 فأحدث تغييرا جذريا داخل النادي، وبالتالي استطاع تدريجيا يعني أنه